حلقة النهاردة هنسلط الضوء على أكبر الدول الأوروبية مساحة، هنزور عاصمتها وأجمل مدنها. حلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس هتكون دليل رحلتك لروسيا. لف وشوف مع منفيس، لف وشوف مع منفيس كل خميس. بنبدأ رحلتنا من العاصمة وأكبر مدن روسيا، مدينة موسكو. بننزل على مطار ديمادوفا الدولي وبنتحرك بعدها للفندق عشان نخلص إجراءات التسكين ونرتاح من السفر. وبالليل هناخد جولة مع مشرف الرحلة في المنطقة اللي حوالين الفندق وهنغير عملة ونشتري خط تليفون. برنامج رحلتنا بيبدأ من اليوم التاني وده هنخصصه عشان نزور فيه أهم معالم موسكو. هنبدأ جولتنا بزيارة أشهر معالم موسكو وأكترها إبهاراً على الإطلاق، الكرملين، مقر الرئاسة الروسية. هنتوقف أثناء جولتنا في الكرملين عشان نشوف مقر الرئيس بوتين رئيس روسيا الحالي، وكمان هنزور الخمس كاتدرائيات الموجودين جوه الكرملين، وكمان هنتوقف لزيارة متحف الأسلحة أو مستودع الكرملين واللي بيضم أشياء ثمينة زي الأسلحة والمجوهرات والملابس الرسمية لرجال الدولة واللي تم الاحتفاظ بيها لقرون. بعد زيارة الكرملين هناخد جرعة من طبيعة موسكو ونتحرك تجاه حديقة ساراتسينا أو حديقة القياصرة، وهناك هنختبر معنى الاستمتاع بالطبيعة في جو ملوكي وسط المباني الأثرية العريقة. وعشان ناخد جرعة أكبر من طبيعة موسكو هننطلق كمان لوحدة من أكبر وأجمل حدائقها، حديقة جوركي للترفيه والثقافة. الجميل في حديقة جوركي إنها بتطل على نهر موسكو مباشرة، فبتكون فرصة إننا نسترخي ونستمتع بجمال المناظر الطبيعية مع الأشجار والنوافير والبحيرات قبل ما ننطلق لوجهتنا الجاية واللي بتكون جسر كريماسكي أو جسر القرم، واللي هنتمشى عليه ونستمتع بإطلالته على نهر موسكو. هنتحرك من بعد زيارة الجسر لحي كيتاي جورد، وهنتوقف تحديداً عند شارع نيكولسكايا عشان ناخد جولة تمشية في الشارع ونستمتع بشكل مباني الكلاسيكية والكنائس الملونة وسلاسل الإضاءة المبهجة اللي بتزينه، ده غير المطاعم والمحلات الفاخرة اللي بتصطف على طوله. وطبعاً محلات الشوكولاتة الروسية اللي مش هينفع نرجع من غيرها. بعدها بننطلق للميدان الأحمر عشان نزور وجهتنا الأخيرة وهي ضريح لينين. ولو كنت بتسأل نفسك هو مين لينين، فهو زعيم الثورة البولشوفية سنة 1917 اللي كانت بتطالب بإقامة دولة اشتراكية، ويعتبر كمان المؤسس الأول للاتحاد السوفيتي. أما عن الضريح فهو المكان المحفوظ في جسم المحنط من وقت وفاته تحت درجة حرارة معينة وبدون أي إضاءة. وبكده يكون يومنا التاني انتهى. بنبدأ يومنا الثالث بزيارة واحدة من أهم وأكبر الحدائق العامة في موسكو، بارك الفيدنخا. بارك الفيدنخا عبارة عن مجمع بيضم مباني معمارية ومتاحف ومعارض بترجع للاتحاد السوفيتي، وبتضم الحديقة 70 جناح بيشبه القصور بجانب مجموعة من النوافير الرائعة أجملهم نافورة الصداقة بين الشعوب والمكونة من 16 امرأة بتمثل جمهوريات الاتحاد السوفيتي. وبعد ما تجتاز النوافير بتوصل لساحة الصناعة وتكنولوجيا الفضاء واللي بتضم نسخة طبق الأصل من صاروخ فوستوك الفضائي وطائرة ميج 29 ونموذج لمكوك الفضاء الروسي بوران. بعدها هنتحرك وفي طريقنا هنعدي على واحد من أفخم وأقدم المباني الجامعية في روسيا، مبنى جامعة موسكو الحكومية واللي يعتبر واحد من 7 ناطحات في موسكو مبنية على الطراز الاستاليني. إذا كان مبنى جامعة موسكو أثار إعجابك فوجهتنا الجاية هي اللي هتخطف أنفاسك، مدينة موسكو سيتي. موسكو سيتي هي مدينة تجارية تم بنائها حديثاً
وبتضم ناطحات سحاب شاهقة ومباني مرتفعة وسلسلة من الفنادق الفاخرة. وهنتوقف هناك عشان ناخد صور تذكارية وورانا ناطحات السحاب. استنى، يومنا لسه ما انتهاش عشان جولة التلفريك مستنيانا في رحلة ممتعة بننطلق فيها بالتلفريك موسكو ونستمتع فيها بمنظر نهر موسكو وتلال سوبارو. ومش بس نهر موسكو من فوق، ولكننا لسه هنستمتع بيه أكتر في جولة بحرية لمدة 2.5 ساعة. وبكده يكون فعلاً يومنا الثالث من الرحلة كمان انتهى. برنامجنا لليوم الرابع هنخصصه لأمتع حاجة بنعملها كلنا في السفر، وهي التسوق. وعشان كده هننطلق لإزمالوفو كريملين اللي يعتبر بمثابة خان الخليل الروسي. إزمالوفو كريملين عبارة عن قلعة ومباني ومطاعم مشويات مبنية على الطراز القديم. أما سوق الإزمالوفو فتقدر تشتري منه كل الهدايا التذكارية اللي هتحب ترجع بيها من روسيا. تقدر تشتري كمان من السوق الفرو الروسي ودمية الماتروشكا وغيرها من التحف والأنتيكات. ده غير إن الإزمالوفو بيكون موجود في أماكن تذكارية للأزواج الجدد كمكان لصور فرحهم، واللي هتحب أنت كمان تاخد صور هناك للإنستجرام. بس استنى، ده مش اقتراحنا الوحيد للتسوق لليوم، لأننا أكيد هنحب نعمل كمان شوبينج. وعشان كده هنروح لأكبر مول تسوق في موسكو، أفيا بارك. أول حاجة بتلفت نظرك في المول هو حوض الأكواريوم، واللي يعتبر بالمناسبة أكبر حوض مائي أسطواني في العالم. أما المول فهو بيتكون من 4 أدوار وبيضم 435 محل للملابس والأحذية ومستحضرات التجميل من كل أسماء الماركات العالمية والمحلية، يعني هتعمل شوبينج لغاية لما إيدك توجعك من الشنط. ولو حبيت تاخد استراحة فالفود كورت بيضم أكتر من 70 مطعم بيقدموا لك اختيارات متنوعة. وبكده يكون للأسف يومنا الرابع والأخير في موسكو انتهى. بنغادر الفندق في يومنا الخامس وبنتوجه لمحطة القطر. وفي رحلة ممتعة بقطر السابسن السريع وفي خلال 4 ساعات بس بنوصل لوجهتنا التانية في الرحلة، مدينة سانت بيترسبورغ. بنوصل الفندق وبنخلص إجراءات التسكين وما نضيعش وقت كتير ونبدأ جولة استكشافنا للمدينة. في جولة بانورامية بناخدها بالأتوبيس بنشوف فيها أهم معالم المدينة، وبنرجع تاني على الفندق. بنبدأ يومنا السادس من الرحلة بزيارة جزيرة فاسيليفسكي المشهورة بالمعالم الأثرية والمناظر الطبيعية الغير طبيعية. ومن الجزيرة هننطلق لمبنى القيادة العامة في ساحة القصر. وعلى مسافة نص ساعة من سانت بيترسبورغ بننطلق لزيارة سارسكيت سيلو في منطقة بوشكين. سارسكيت سيلو هو مقر الإقامة السابق للعائلة الإمبراطورية الروسية، وهو كمان دليل على مدى إسراف حكام الإمبراطورية الروسية، لأنه في أقل من 2 قرن تم بناء قصرين مرصعين بالذهب من برا، قصر الملكة كاترينا وقصر الملك ألكسندر. ومن المعالم اللي هنتوقف عندها عند مدخل المقر الإمبراطوري هو البوابة المصرية. يومنا السابع من الرحلة هيكون جولة ثقافية ولكنها ممتعة. هنبدأ الأول بزيارة متحف الأرميتاج، تاني أكبر المتاحف الفنية في العالم بعد متحف اللوفر في باريس، وده لأنه بيحتوي على أكتر من 3 مليون من الأعمال واللوحات الفنية والقطع الأثرية. أما اقتراحنا التاني لليوم فهو زيارة المتحف بيترهوف. بس خلينا نلحقك ونقولك إن بيترهوف مش مجرد متحف مستقل، ولكنه عبارة عن مدينة روسية في غاية الجمال والروعة. فبيضم بيترهوف مجموعة من القصور الفخمة والحدائق الواسعة والنوافير الجميلة. وبكده يكون انتهى يومنا السابع. ولأننا عارفين إن يوم واحد بس للتسوق مش كفاية، فخصصنا لك اليوم الثامن كله لجولة تسوق حرة في المدينة. لكن ده ما يمنعش إننا في اليوم ده هنزور جسر القصر المشهور في سانت بيترسبورغ ونشوفه في مشهد رائع بالليل وهو بيتم رفعه. وفي اليوم التاسع والأخير بنغادر الفندق وبنتجه لمحطة القطر وبنرجع تاني على موسكو.
ومن هناك بنتجه لمطار ديمادوفا مرة تانية عشان نرجع على مصر بالسلامة إن شاء الله. لو عجبتك حلقة النهاردة فاستنانا الأسبوع الجاي في دليل رحلتك لبلد جديد، وما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بمجرد ما الحلقة تنزل.